قبل المغادرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بدأ الحجاج العراقيون يتبضعون ما يحتاجونه وبكثرة، ووجد الحجاج انخفاضا في الأسعار وتسهيلات من أصحاب المحال، ويأتي الإقبال على الأسواق قبيل مغادرتهم المدينة كونهم سينشغلون بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة ولا يمكنهم التبضع. نسوق الهدايا اللي نريد ناخذها علشان هنا الوضع أحسن، هم أرخص وهم تعاملهم أحسن، نقدر نتفاهم وياهم يتعاطفون ويانا. أكو انخفاض بالأسعار يختلف عن مكة، في مكة ازدحام الحجاج وكثرة الموجودين هناك تكون الأسعار أكثر صاعدة. احنا من يعني من نروح العالم تجينا تري من يمنا هدايا وهم نفرح العالم بيها. اكو عالم هواي تاخذ أغراض، يعني مثلا هناك تجيهم ناس يعني يشطوهم ياخذون أغراض منها هواي. أصحاب المحل أكدوا أن أغلب المتبضعين من العراقيين وأنهم أبدوا مرونة في التعامل معهم وخفضوا من أسعار البضائع نظرا للعلاقة الطيبة التي تربط الشعبين العراقي والسعودي. أحسن زبون عندنا العراقي ما شاء الله والحمد لله، نشتغل عنده عليهم شغل طيب ونعاملهم معاملة إخوان كأنهم إخواننا مننا فينا، ما في أي عيب فيهم. وغادر ما يقرب من 8000 حاج عراقي المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد 5 أيام من السكن فيها. واكتفى الحجاج العراقيون بشراء أغلب ما يحتاجونه من بضائع وهدايا من المدينة كون أسواقها تعد من أشهر الأسواق وأرخصها كما يقولون. للشرقية نيوز ناهض الزيدي، المدينة المنورة.